الإعلامية المتأخرة لوزارة الداخلية، نقطة الإعلامية لوزارة الداخلية طرحت أسئلة أكثر من أن أعطت إيضاحات، بل أنها زادت في الغموض. حاول تخليك في مستوى الشاشة سي نعم مصر جديد أكثر لأنك ما تغرقش في الصورة. نعم نعم الحقيقة أنه تونس تقع العملية هذه تقريبا العملية الثالثة اللي تصير في تونس ضد أقلية عايشة في تونس، صارت في عهد بورقيبة في 85، وصارت في عهد بن علي في 2002، والآن تصير في عهد قيس سعيد في 2023. والملاحظ أنه ثلاث مرات صارت في ظل ديكتاتورية، وتقريبا الديمقراطية أثبتت اللي هي الوحيدة التي تحمي حقوق الأقليات. الحقيقة الندوة الصحفية اللي جات كانت كارثة على كل المستويات، كارثة بالنسبة هذه النقطة الأولى سي منصف. نعم. مهم الإشارة ليك، وقعت عمليات إرهابية كثيرة فترة العشرية الديمقراطية، ولكن العمليات التي مست الأقليات فقط. نعم. في الدكتاتوريات. نعم نقطة. نعم. مهمة. نعم نعم الحقيقة أنه الندوة الصحفية اللي كان ينتظرها تنتظرها سواء كان الدول الصديقة والشقيقة، كان تنتظرها كذلك التوانسة، كان ينتظروا في الندوة الصحفية وما ستخبر به وزارة الداخلية. الندوة الصحفية طرحت الكثير من الأسئلة بعد أن خرج وزير الداخلية وألقى بعض الكلمات حول بعض الظروف، ثم لم يتطرق إلى العملية في حد ذاتها، وصار عملية تقريبا تناقض رهيب بين الذين كانوا يلوحون أن العملية هذه عملية إرهابية، ثم جاءت وزارة الداخلية لتعطي بعض المعلومات المنقوصة، ثم ليأتي رئيس الدولة ويعلن أن العملية هذه هي عملية إجرامية وليست عملية إرهابية. الحقيقة تقريبا كل الصحف الأجنبية وأغلب الإدارات داخل الدول سواء كان الغربية ولا حتى الدول العربية يعني أعربت عن قلقها من ما حدث في تونس ومن نقص وشح المعلومات، باعتبار أنه ليست لنا معلومات دقيقة عما حدث، وهناك بعض الجهات التي أصبحت تعطي في معلومات ممكن أكثر أهمية، ممكن تعرض لها بعد أكثر أهمية. نعم. من المعلومات التي أوردها وزير الداخلية.